حد قوص على هزار. انا دورت حوالي بس ابدا ما قدرت اشوف مين الشخص اللي قوص. وبتذكر فجأة سمعت بنتي عم تصرخ. وقعونا بفخهم، ضحكوا علينا. والله انا بفدي بروحي بدون ما اتردد. طيب ماشي لهون منيح، بس بدي اياك تفهمني، سلاحك مختفي وما كان في حدا غيرك بمكان الحادثة، والاهم من كل هاد انه عزيزي قالت انه شافتك بعيونها عم تقبص على اخوك. ممكن بعد اذنك احكي مع حدا؟ مين؟ ميران شادوغلو. وحتيني وقفتي بالوقت، انا ما عم صدق انك رجعتي. الحمد لله، الف الحمد وشكر لك يا رب. قولي لي شو بدك شي حبيبتي؟ لا تتعبي حالك، قولي لي. أموت كيفه؟ أموت؟ أموت كتير منيح، صحته ممتازة وناطرك. لا تقلقي علي، أموره تمام. طلعي شوفي شو بعت لك، ريحته بهاي الطاية شي ما بيتصدق يا ريان. هالولد بيشبه مبين من هلا قوي وعنيد، يعني تماما مثل امه. بدي اشوفه. رح تشوفيه طبعا، اللي بدك اياه بيصير. جيب لي ريان. ريان لا حبيبي، وضعك هلا انت ما فيك تقوم. اهدي شوي، صدقيني هو منيح. بدي اني بدك اياه بيصير بس طيب تتحسني. لازم قوم شوفه هلا. ما فيك تتعبي حالك لسه، وضعك مستقر. ريان شو عم تساوي؟ لا ممنوع. اسمعي كلمة الدكتور، انت ما فيك تقومي. اهدي ريان، ليكون صاير له شيء وانتو ما عم تقولي. لا انت شو عم تقولي؟ لا ما في. بس انا قلبي ما بيطمن، خلص اشوفه بعيوني. انت هيك عم تخاطري بحياتك وبحياة ابني. اكيد انتو عم تخبوا علي شيء. لا ريان هو بخير، ما بيصير هيك. ريان بدك تهدي وتسمعيني. لا اكيد ما رح انت لازم تقولي شو مخبيين علي. حبيبتي مالي مخبي عليك شيء. ريان ريحي، ريان مالي ريحي. اسمعيني بنتي، اسمعيني. اهدي ما قبلت تاخذ دواء ولا تاكل ولا لقمه، كل الوقت عم تبكي ونايمه بتخته. انا بحياتي كلها ما شفتها بهي الحاله ابدا. خسرت 3 اولاد من قبل، كانت دائما تحلف تنتقم وتحقد كتير، وكانت ترجع توقف من جديد. بس سكوتها وكسرتها هلأ بخليني خاف تنفجر بأي لحظة. برأيك شو ممكن تعمل؟ ممكن تقتله لجيهان مثلا؟ معقولة تكون هذا اللي عم تخطط له؟ ما بعرف، سمعت عم تحلف انه بدها تنتقم من دون ما تضرب رصاصة واحدة. وشو الشي اللي عم بتفكر فيه؟ ما بعرف بنوب. هالمرة اللي قاعدة جوا هلا مو عزيزة اللي انا بعرفها وحافظتها، هي اللي جوا انا ما بعرفها. عزيزة، عم تسمعيني؟
رح تضلي حابسة حالك بالغرفة؟ قومي اطلعي معي شوي. لا أكيد رح أطلع نصوح، رح أطلع، بس يجي أموت أنا بطلع من الغرفة. ما بيصير تعملي هيك، أنت ما أخدتي دواكي. يلا قومي كلي الأمتين، وبعد ما تاكلي مالي تاركك لأعطيكي دواكي بإيدي. يلا كرمالي قومي. نصوح، برأيك كم مرة بيتحمل الإنسان يدوق نفس الوجع؟ كم مرة أنا لازم أتحمل القهر والحرقة على خسارة أولادي؟ أول مرة دقتي هالوجع أنا ما كنت جنبك، بس شوفي هاي أنا جنبك هلأ، ليكني أنا معك، أنا معك لأسندك وخفف عنك، أنا معك مشان شاركك وجعك. قومي سنديني ولا تتركيني لحالي، نحنا ما قلنا غير بعض بهالمحنة، أزهار كسرنا اثنيناتنا. لما خسرتك من قبل كرهت الدنيا وصرت متمني الموت، بس رجعت وقفت على رجلي، أزهار خلاني أتمسك بالحياة وصرت عايش كرماله. بس هلأ هزار ماله موجود. تعرف شو يعني أنا خسرت 4 أولاد نصوح؟ أنت لسه في عندك ابن، عندك ابن عايش، شو نسيته؟ لا أكيد ما نسيته، ابنك المجرم اللي قتل ابني. شو عم يصير؟ كأنه صاير شيء. طولي بالك هلأ منشوف. لحظة بس، ليش ركضوا لجوا؟ اهدي، أكيد ريان فيها شيء. ما فيها شيء، اهدي ما اهدي. شفت كيف الكلام يركضوا؟ هلأ بيطلعوا بيطمنونا. كيف يعني ما بدي إلا؟ ما شفتون؟ أكيد ريان فيها شيء. حتى فاتوا كلهم الله عم يركضوا. عزار فوتيني لعندها. ماشي أنا هلأ بفوت وبطمنك، بترجاكي اهدي. بدي أشوفها هلأ. ميران، ميران اهدي. عم قلك أنا رح طمن. إن شاء الله عزراء فوتيني لعندها. عم قلك شيء والله، إذا بصير لشي أنا بجن. ريان أنا وأنا حبيبتي، خليكي قوية، لا تتركيني. طيب اهدي ريان، خلص يا ريان. ريان يا روحي أنت، يا عمري ألف الحمد لله أني شفتك قدامي. الحمد لله يا رب رجعتلي بنتي. بدي أشوفه لأطمن. ريان أنتي تعبانة. اسمعيني بنتي، بدي أشوفه بعيني. سياني ريان، لسه ما جاوبتي الخطر. في نار شعلت جواتي ما رح تنطفي. إن شاء الله ريان أنتي بعيني أطمن عشان ريحتك. ما رح تنطفي، خلي بالك ما رح تقدر تشوفه. خلص اتركوها. ميران إذا ريان بتعرف بهزار بتروح فيها. مشان الله اهدي، هيك ما بيصير أبدا. أنا بلاقي الوقت والطريقة المناسبة لخبرها باللي صار. اهدي شدي حالك، بدك تكوني قوية كرمال، خليك معها. اهدي زهرة كرمال الله. وأخيراً حملتك بين إيدي يا روحي، أنت الحلم يلي قالوا مستحيل يتحقق، ويليكك بين إيدي عم ضمك وشم ريحتك، صارت معجزة.
كل الحكي اللي حكيت لك على ودعك هلأ بدي اياك تنسى. هلأ أنا رح ضل عم شم ريحتك كل لحظة توجع عشناها رح نسدها ورا ظهرنا وننساها. أنت ولدت وأنا ولدت معك من جديد. بابا عمل كل شي بيقدر عليه لحتى نكون سوا. هو اللي كبر الأمل جواتي وجواتك وخلانا نكون أولا نتمسك بالحياة. الله كان كريم معنا وانت قاومت وكنت قوي. من هاللحظة ما عاد في شي بعدني عنك وعن ميرا وصرنا عائلة. نورت الدنيا فيك يا عمري. طلع تعرف انه كل هدول اللي واقفين بيحبوك كتير ومبسوطين. حبيبي ما عم صدق انك هون. انت هلأ مانك حلم انت حقيقة يا روحي. انت يا قلبي عليكي والله خايفة شو راح يصير فيكي يا ريان وقت تعرفي شو صار بأبوكي. هلا بيكون هزار شايفن، بيكون عم بيشوفن. الحمد لله على كل شيء. شكرا على كل شيء دكتور. فضلك انت شفتهم سوا. انا اللي لازم اشكركم. ليش؟ لانه انتو خليتوني امن بالمعجزات. هذا اللي عم نشوفه هو معجزة. معجزة؟ معجزة ما تحققت. الف الحمد لله اني شفت ريان قدامي. Gözümün nuru başımın tacı oldun can suyu ömrümün ilacı. Sen gözümün nuru başımın tacı oldun can suyu ömrümün ilacı. Nenni 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 yavrum nenni 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 yavrum nenni 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 yavrum. Sen gözümün nuru başımın tacı oldun can suyu ömrümün ilacı. Sen gözümün nuru başımın tacı oldun can suyu ömrümün ilacı. Nenni 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 yavrum nenni nenni nenni. بعدك نلاقيها بس تعال معي. لا تركي أخي. Thank you.
ما بعرف ليش الله كاتب علينا فرحتنا ما تكمل. يا ربي رجعت لي ريان، بس الخسارة اللي خسرتها أنا ما فيني أتحملها. أنا بعد هزار انكسرت. جبت لها شيء لتشربه. خالة زهرة، مشان الله ما تعملي بحالك. ليكي ريان قدرت ترجع وتوقف على رجليها لأنها أخذت قوتها منك. ريان هلأ بحاجتنا ولازم نشد حيلنا. بعرف كتير منيح أنه أنت قوية، رغم خسارتك الكبيرة لساتك متماسكة وقاعدة. بس ما بعرف إذا رح أقدر ضل متماسكة. أنا خسارتي كبيرة، هزار مو بس جوزي، كان شريك حياتي، كان كل شيء. باللحظة اللي خسرته فيها أنا خلص حياتي وقفت، أنا مالي غيره. حتى ريان رح تنهار. ريان أكيد رح تعرف وتنهار، بس هلأ مو خرج أبدا. ما رح نقدر نخبي عنا للأبد، بس هلأ هي ما رح تتحمل. يعني بدنا نحاول نقويها ونكون جنبها لتتحمل. بدنا نفرح بولادتها ونحسسها أنه الفرحة مانا وإسعانتنا. حبيبتي شو يا روحي؟ كيف حاسة حالك؟ عم يوجعك شي؟ أموت وينه؟ ليش ماله جنبي؟ قلت بتنامي شوي لهيك حطيته بغرفة الأولاد. لا يا ريتكم ما تركتوني كتير، هلأ بيكون جوعان. طيب لا تاكلي هم، رح جيبه دغري. كيف حاسة حالك؟ منيحة الحمد لله. ليش أنت معذب حالك؟ لأنه أموت قال لي أنه اشتاق لأمه. تفضلي الله يحميه. هلأ أنا مضطر ودعكم. ريان رح نخرجك من هون. شكرا كتير فرحتني، صدقني شو ما عملنا لك ما رح نكافيك. بكافيني إنه تديروا بالكن على حالكن وكل فترة تطمنوني عنكن. ونحن منتأمل زيارتك لعنب يا رب. رح أجي وعد. يلا بالإذن، الحمد لله على السلامة. مهما شكرناك رح يضل قليل دكتور طول. العفو هذا واجب. يعطيك ألف عافية. شو يا حلو؟ مين الحلو اللي قاعد بحضني؟ ايه أموت القمر. أخ طبعا هلأ كلياتنا نسيتينا وما عاد فاضيتي لنا. أموت رح ياخد حصة الكل. حصته كبيرة بس أنتو الأساس. هيبلشوا يغاروا منك. وبكرة جده هزار كمان رح يغار منك. بس أنا متأكدة رح يحبك كتير ورح يدللك قد الدنيا مثل ما بيدللني. على فكرة أنا اشتقت له. شوفي شو جبت لك. لقيتي منه بعدين؟ مو أنا، هاد زوجك. لأني وعدتك فيه. إيه؟ كيف طالع؟ لا بقلي؟ ليش أنتي؟ في شي ما بيلبقلك؟ حلو بياخد العقل. ماما أكيد في مراية بشنطايتك. خلص أمي، أيام الدموع صارت ورانا، كرمالي ما عاد بدي شوفك عم تبكي. مو بإيدي يا عمري، بس ماشي كرمالك. قربوا كلكم، يلا كلكم قربوا لعندي لنتصور صورة جماعية كلياتنا مع بعض. أنا بصور. أقعد جنب حبيبي. يا ريت بابا كان معنا هلا. معلش تعطيني الموبايل ميران؟ بدك تتصوري يعني؟ لا مو هيك، بدي احكي فيديو مع بابا مشان يشوف حفيده. تعالوا اقعد جنبي كمان مشان يشوفنا نحن الثلاثة. يلا يا جدو ريت، ردوا شوف هالمفاجأة. مين اللي بده يشوف جده؟ رح يطير عقله فيك. ما
هاي ريان. شو بدنا نقلها لريان؟ شو بدنا نقلها وهي طالعة من الموت؟ كيف بدنا نخبرها هالخبر؟ كيف بدنا نصدمها وهي بهالحالة؟ مشان الله كل شي. طيب ابكي، صرخي إذا بدك، احكي لنا تشارك هالوجع. ليش اللي راح مو ابننا اثنيناتنا وشقفة من روحنا؟ سكوتك هاد عم يخوفني. لا تسمحي للي صار ولا تخلي صدمتك ترجعك لعزيزة القديمة. لا تحرميني منك بعد ما لقيتك. نحن اتنين كتير بحاجة بعض بهالوقت، ما رح نزاود مين اللي زعلان أكتر. يلي قاهرني انه عمره لهازار ضاع وهو عم يدفع ثمن عداوة ماله فيها. بترجاكي بعد ما مات لا تخلي هاي العداوة تضايقه بقبره. انت عم تسمعيني ولا لا؟ يا الله يا ريت ورد، عن جد كنت حابة كتير احكي معه ابصر شو القصة. ما بدها، اكيد مو سمعان. وعدته اني رح حاكي، انا اللي وعدته انه هو رح يكون اول واحد رح يشوف اموت حتى لو على الموبايل، بس كنت حابة اوفي بوعدي. ليش ما عم بيرد جده ليشوف الحلوة؟ ما بده يشوف هالمفاجأة؟ بس هي كمان جده التاني جاي يشوفه. مالك حابب تحمله شوي؟ هاتي بسم الله. تفضل على مهلك، انتبه. تعال حبيبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جده ريان. مو كأنه كتير صغير؟ ايه بس رح يكبر، رح يكبر قدام عيونكم إن شاء الله. يا رب الله يبعث له أيام حلوة. أنت ابن الغالي. ابن الغالي؟ أنت حفيدي الأول. الدكتور بيكون خلص وراء التخريج؟ إذا خلص خلينا نمشي، ما عاد بدي ضل هون. بصراحة اشتقت لبابا كتير، بدي إياه يفرح معي وياخد حفيده بحضنه. مو في سوق على طريقنا؟ بدي امرق عليه لو سمحت، بدي اشتري شغلة قبل ما نرجع على البيت. انا بس مشان ما تتعبي حالك ريان. ما بيصير، معقول قوموتي يروح لعن جده بلا هدية؟ بالاذن بدي فوت على الحمام. رح شوف الوراق اذا خلصوهن ولا لسه. شو حبيبي بدك ترجع لحد ماما؟ يلا يا عمري الله يخليكم لبعض. اعطيني يا لأحمله كمان. بسم الله عليك. عمالك ايه بنتي؟ انا شوي وبرجع. ما في مشكلة بابا. شو حبيبي شو؟ لأيمتى رح نضل عم نخبي عنها؟ ما انك شايف حالتها بعينك؟ من زمان ما شفت ريان فرحانة ومطمنة وعيونها عم يضحكوا. اللي كيف بدي اقدر قلها؟ كيف رح يجي من قلبي يخبرها؟ بنفس اليوم اللي صرتي فيه ام، انت خسرتي فيه ابوكي، كيف بده يجي من قلبي؟ ميران، كل ما أجلت رح يكون أصعب.
نحن كل شوية عم نضطر نتحايل عليها ونكذب كذبة جديدة، بس تعرف رح تزعل أكثر. برأيي لازم تخبرها. الحق معك، أول ما نوصل رح أخبرها، لأني بعرف إنه إذا بخبرها وهي بعيدة رح تهستر وتجن لبين ما توصل، ما رح تتحمل. بس مثل ما عم قلكم، ما بعرف إذا ممكن تخبوا عليها هذا الخبر شوي، لأنه هي لسه بوضع ما بيتحمل هيك صدمة. الحزن والوجع ممكن يخليها تنتكس وتنهار. الله يكون بعونكم. إيه فهمت عليك، لا تقلق، فهمت تماما. ماشي ماشي فهمت، بنحكي بالتفاصيل بس توصل. مع السلامة. هذا ميران ما؟ وصلت طيارتهم. يلا تعا تعا كلك لأمتين. خالد تعال، ما ضل قدامنا حل تاني. بلش بكل التجهيزات مثل ما قلت لك، خلي الرجال تستنفر، لأنه بأي لحظة رح قلكم تتحركوا مثل ما اتفقنا. أنت متأكدة يا خانو؟ حاضر أمرك. هلأ صار دور أصغر واحد بعيلة شاد أغلو، دور أموت. هي الوسيلة المضمونة الوحيدة لأحمي حالي فيها من انتقامه، منشان إذا أي حدا فكر يأذيني أو يقرب تجاهي خطوة واحدة، لازم يعرف بالأول إنه رقبتهم بإيدي وأنا اللي متحكمة باللعبة. لنشوف آخرتها. وعدتك نرجع سوا، بس ما كان بدي نرجع هيك. كان المفروض يكونوا هلأ كلهم عم يستقبلونا. هذا اللي عم يدبوك وهديك اللي عم تصلغط. الكل كان ناطر جيد وموت ليرجع يلون حياتهم من جديد. بس هلأ أنا كيف بده يجي من قلبي يقتلك فرحتك بهذا الخبر؟ كيف؟ ميرا؟ ايه حبيبتي نمتي ولا لا؟ ايه بلا، حسيت كأني خفيت شوي. شبهن عيونك ميران، بكيان شي؟ ما في شي، بس أنا وصافن فيكن دمع عيوني. مو من حقي أتأثر وأنا عم شوف هاي اللوحة اللي بتاخد العقل؟ بس خلص، الأيام الجاية ما عاد فيها بكى، بدي إياها كلها ضحك. ميران معقول أنا خفيت وأنا حاملة أموت بإيدي؟ ليش ما فيقتني؟ ما بيصير هيك. والله يا روحي حتى وانتي نايمة كنتي حاملتي وشادة عليه، طلعتي أم أنا قليلة أبدا. ليش كان عندك شك يا سيد ميران؟ لا ابنه، أنا وقت قلتك كنت أقصده وبعنيه أنه أنتي أحلى وأحسن أم. أخ حاسسته مو مرتاحة كتير بحضني. يا ريت ماما طلعت معنا بالسيارة، كانت ساعدتني فيه شوي. ميران وقف وقت يصح لك، بركي بتجي ماما بتطلع معنا. لا تفكر مالي شايفة هذا الحزن اللي بعيونك، شكلك بلشت تغار من أموت مثل ما توقعت. ما إيه لا تخاف، اطمن انت بتضل حبي الاول وهو الثاني، وانا عندي حب يكفيكم انتو الاثنين. شو يا روحي، نحن رايحين على البيت، تعرف انه هنيك الكل ناطرين ليشوفوك ومتحمسين ليتعرفوا عليك. هاي لنشوف شو ردت فعل جدك، متأكدة رح يطير عقله من الفرحة. بس نحن ما رح ننسى ورح نعاتبه لانه ما رد علينا وقت دقينا له. ماشي، بدنا نقول له انه اموت زعلان منك لانه دقلك وما رديت عليه. ماني مصدقه امتى اوصل، مشتاقه للكل وخاصه لبابا. كانه يا اموت بابا تعبان شوي. ما ايه، لانه بابا ما عم يحكي معنا ولا حتى عم يطلع علينا، يمكن لانه تعبان بالفتره الماضيه. ما هيك جده اكتر حدا رح يحكي معك ويلعبك، قد ما دللناك رح يدللك اكتر. Thank you.
ليش وقفت هون؟ معلش نحكي شوي ريان. خير؟ كنا وصلنا على البيت وحكينا، شو الحديث اللي ما بيتأجل؟ شو في قول؟ ميرا صاير شي ما بعرفه؟ جدو نصوح صار له شي؟ معلش تحكي لأنه أعصابي فرطت. بابا ايه شو بابا؟ ميران عم لك شو بابا؟ رد علي شو بابا؟ خلص رح بابا يا ريان، بنفس اليوم اللي ولدت فيه أموت، بابا مات، لا تنكي. ريان ايه انا هيك بحسك انت ابي الحي يلي ممكن تكون جد. لا رح تكوني ماما، وكمان انت رح تكوني معه وجنبه ورح نمشي كلنا مع بعض، ما هيك بنتي؟ ريان بابا ريان ايه هلا رح يرد علي رح يرد علي ريان العمر إلك حبيبي
هي صارت اللحظة اللي انتظرتها. هزار رجعت بنتك وحفيدك إجا. هي اللحظة اللي كنت ناطر تعيشها. بابا هزار جبت لك حفيدك لعندك. اي ريحة جدو حبيبي، اي هي ريحة جدو. الريحة الحلوة هي ريحة جدو اللي بيحبك. من يعم وفاة لهزار؟ لا بكيت ولا نزلت لدمعة. هاي ليكا طلعت ناطرتكن لحتى تبكي معكم. كانت ناطرة أو موتوا بس. أمانتك رجعت على البيت بخير وسلامة، وأنا هلأ صرت مستعدة هزار. هلأ صار فيني أجي لعندك. أنا ما رح أتركك لحالك. هاي أول مرة رح ينام وأم وابنة جنب بعض بقبر واحد، مشان يكبر حفيدك بأمان وكرمال ما يروح دمك هدر. رح أنتقم للي قتلوك وأجي لعندك.